الاضطراب الوجداني. في الاول عرفنا، ما كنا بنجهز انا وحضرتك الحلقه، اخدت من حضرتك نقول التايتل كده، لكن مش عارف تفاصيله. يعني هل هو فقط مجرد انه حاله اكتئاب بسيطه، حاله مش عارف، زي ما بنقول كده في بعض الناس عندهم حاله من اما بيبقى مضغوط تلاقي اتصل بزمايله ويتكلم بالساعه، يتكلم فيه من على حاجه كده بيعتبروه تفريغ، او هل هو دي الاضطرابات الوجدانيه ولا تقصد بيها حاجه تانيه؟ الاضطراب الوجداني احنا كلنا بنتبسط في لحظة، كلنا بنزعل في لحظة، طب لينا حدود في بالظبط. الانبساط وفي الحزن. احيانا بيبقى الحزن زيادة عن اللزوم تدي يأثر على حياة الانسان، واحيانا بيبقى الانبساط زيادة عن اللزوم تدي برضو يأثر على حياة الانسان. هنا يبقى دخلنا في اطار مرضي برضو زي لكن نفس لو بفرح عادي في وقت الفرح، انبسطت ابو تريكه جاب جون فالناس انبسطت، احمد جعفر جاب جون فالناس انبسطت، وفي ناس زعلت. لكن ما يزيدش عن كده، يعني حاجه ال ال